الخامسة من التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم، نحييكم سيداتي وسادتي ونبدأ هذه النشرة بالعناوين. أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي للتغلب على ارتفاع تكاليف الأعلاف، وذلك من خلال التوسع في المساحات المنزرعة للذرة الصفراء وفول الصويا، وذلك بهدف الوصول إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي منها. وقال الدكتور فايد خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ لتفقد مشروع الاستزراع السمكي على بركة غليون والمقرر افتتاحها في أغسطس القادم، قال إن صناعة الدواجن في مصر تنتج سنويا ما يقرب من 1,250,000,000 كتكوت عمر يوم واحد، وحوالي 1,000,000,000 دجاجة و8 مليارات بيضة سنويا. وخلال تفقده لأعمال التكريك ببحيرة البرولس، كلف الدكتور فايد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لعلاج مشاكل صيادي البحيرة وتذليل العقبات كافة أمامهم، وذلك في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى حرص الحكومة على تحسين أوضاع الصيادين ورفع مستوى معيشتهم. استعرضت سهى سلطتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار دوما عبر موقعنا الإلكتروني ignews.net. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.